اش وقت زعلتي على نفسي زعلة كبيرة؟ زعلة كبيرة لما انسحبت من التلفزيون، صار لي سنتين أني قاعدة يعني بالبيت بدون عمل بدون ظهور. ناوية ترجعين؟ إن شاء الله أرجع بقوة. أحب الثقة. حلو. رسالة لشخص مجهول بحياتك، لنفترض أنه أنت دا تحجين يا مكالمة، توجهين الكلام مباشرة إليه، شنو تقولي له؟ يعني ماكو شخص مجهول بحياتي، احنا قصدي مجهول انه ما تعلنين عنه بالحلقه، ما تعلنين ما عن أعلن اسمه، عنه يعني. شخص بدون ما احنا نعرفه. أوجه رسالتي أني رسالة حب لأمي وأبوي، اللي أكثر الناس قريبين مني، أكثر اثنين داعميني بالحياة، وأني لولاهم ما كان وصلت لهالمرحلة. الله يحفظهم. الله يسلمك ويحفظك.